كيف لا، وهو الذي عبر وفي عمر صغير جدا عن حبه وشغفه بالسينما والمسرح والأزياء. ففي عمر 18 التحق بمدرسة لا شامبر سينديكال دو لا اوت كوتور، وبعد سنتين انضم ستيفان إلى دار بالانسياغا بعشرة أفنيو جورج سانك. وبعد مرور 9 أشهر فقط ينصب المدير الإبداعي لخط الرجال في نفس الدار، ليصبح بذلك أصغر مصمم شغل هذا المنصب على الإطلاق. وتوالت المناصب وتنوعت مع مرور الزمن، فتنقل بين بالما وجون لوي شيرير إلى أن وصل إلى قرار إطلاق الدار الخاصة به في البريتا بورتي، ومن ثم إلى أول كوليكسيون كوتيو خاصة به في 2007. وأكيد تم اعتماده رسميا من قبل الفيدرالية الفرنسية للأزياء كعضو فيها ضمن السيركل الخاص جدا ضمن أهم 12 دور أزياء تشكل وجه الكوتور الفرنسية. حبه للفن المعاصر والهندسة المعمارية جعله يصنع لنفسه خطا خاصا يعتمد فيه بالدرجة الأولى على المنحوتات، أشكال هندسية والحركة بأشكالها وحتى التصوير. واستطاع ستيفان غولون أن يطوع كل المواد الصعبة ويحولها إلى قطع فنية رائعة، ويخلق مصطلح جديد في عالم الأزياء وهو بناء ونحت التصميم. فبين السوفيستيكيشن والفلويديتي كان يأخذنا في كل موسم إلى عالم مليء بالحلم والجمال. Something very generous and very round. Technique details. Artistic expression. Architecture inspiration. And I melt. Extremely graphic and pure as we know me. Not in the desert, but it could be. Yeah. It's a sunny collection. It's all about energy, positive energy, lightness, sensuality, 3D, three dimension. Sun. This is my inspiration, main inspiration. So I worked with the fabrics, with the volumes, with the 3D effects, as if the clothes are flying. نعم، هذا هو الشكل والطريقة التي يصف بها ستيفان تشكيلته، دائما بشغف وحب. ففي عرض 2014 كان ستيفان يمر بمرحلة جديدة من حياته، فأراد التعبير عنها بشكل مختلف. I feel lighter, I feel more as if I think I'm more happy than before. لكل مصمم أزياء أميوز، وستيفان اختار الحسناء الإسبانية نيفيز ألفاريز، واللي تجمع بها علاقة طويلة تحولت إلى صداقة. فلا يمكننا أن نحضر عرضا له دون أن تكون نيفيز موجودة. It's always a pleasure, it's always an honor, but more if it's coming from a good friend like is Stefan. We met each other like 15 years ago, and I always been one of her models. I love him, I love his work, so for me it's always a pleasure to be in the show. Where are you taking us this season? In a better world, I hope. Yes, hope so. I'm trying to bring you in a world which is more light, soft, with more happiness, with more fluidity. This is my goal this season, and my inspiration came from opera and ballet. Everything is about movement, three-dimensional effects, very sculptural embroideries, or extremely luxurious embroideries looking like jewelry from the Place Vendôme.